بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل معاكم طريقة الزبدة ازاي نعملها من القشطة. وادي القشطة وده اللبن الرقب اللي هي الجبنة اللي انا بعملها اللي هي دي، وانا مطلعة منها كيلو عاملة منها. ادي القشطة بتاعتها، ده كيلو الجبنة اللي انا عاملاه، كيلو اللبن طلعت منها القشطة دي وطلعت منها الجبنة دي. فدلوقتي انا ده كيلو لبن برضو وده كيلو لبن، ده كيلو لبن وده كيلو لبن. انا دلوقتي هشيل لكم الايه القشطه، عشان القشطه دي هنعملها زبده مع بعض وهوريها لكم. وهطلع معاكم القشطه اهي 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 ايه. ادي اللبن اللي احنا ايه عملناه، ادي كيلو اللبن، ده كيلو اللبن التاني اهو، بقوم 2 كيلو اهو. ودي ايه قطعه ال ما شاء الله يجي نص كيلو. وده هنعمله كده جبنه اهي، دي الجبنه اللي انا قلت لكم عليها ماشي. وده وادي الثانيه اهي برضو. عن ايه هناخد القشطه بتاعت اهي. هخلص بقى واوريكم هنعمل ايه. وادي القشطه اهي ما شاء الله اهي، دي اللي هنسيحها مع بعض اهي. وادي الكيلو التاني اهو اللي هنعمله جبنة اهو، ده الكيلو ده اهو التاني شكلها الجبنة اهي. خلاص الاتنين كيلو اهم اهم، اتحطوا بقى ويستفوا خالص. وبعد كده بقى ايه اهو هوريكم بقى هنعمل ايه. وادي القشطة اهي اللي احنا طلعناها، ولو عندك قشطة بقى اللبن تحطيها برضو اهي بالشكل ده. هنفضيها اهو، حطيناها وهنعمل اهي طلع ضربناها اهي ما شاء الله. وادي خلاص اهو اهو خلاص وهسيحها وراها لكم اهي. السمنه البلدي، الزبده دي على اصولها، هي الزبده الفلاحي دي الجميله، واي قشطه لبن اي حاجه حوشوها واعملوها بنفس الطريقه دي اهي. ما شاء الله جبنه اهي اهي خلصت اهي ما شاء الله اهي طلعت ما شاء الله. كل ده من 2 كيلو. وادي اللبن الرايب بتاع الزبده اللي انا سيحتها ماشي. وهسيح الزبده اهي وهوريها لكم في الاخر. وادي الزبده اهي اللي طلعوا اهي اهي ما شاء الله. واما تستوي بقى وتبرد هفضيها واوريها لكم اهي. وادي خلصت السمنه اهي، لما تبرد خالص هوريها لكم، لما تبرد خالص هوريها لكم. وادي الحبه اللي طلعوا من 2 كيلو ايه لبن. وادي السمنه اهي ما شاء الله اللي طلعت اهي ما شاء الله. السمنه اهي تيجي لها نص كيلو اقل شويه. وادي اللبن الرايب بتاع الزبده تحفه. وادي الجبنه اهي ما شاء الله من 2 كيلو اللي احنا عملناه. ممكن بقى تحوشي القشطه كلها وتعملي بقى السمنه جميله في البيت. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان.